مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذه المتابعه من داخل منطقه بنينه. بنينه بعد التحرير واين التعمير؟ اليوم حنخش مع بعضنا لشوارع المنطقه، حنشوف اليوم مدى الاضرار الكبيره جدا في البيوت اللي انهدت جراء حرب تحرير بنينه. بنينه الصمود الصامده اللي قدمت شهداء وقدمت ارامل وقدمت ايتام وقدمت الكثير والكثير. بنينه نعرفوها كلنا وتاريخها يشهد لها بأنها كانت معقل من معاقل الكرامة، قدمت الكرامة الكثير وكانت هي الحامي الأول بعد الله عز وجل لبنغازي الحبيبة. اليوم بعد التحرير حوالي مجموعة كبيرة من البيوت، نحن طبعا استدعينا هالحلقة اليوم الأستاذ عقيلة، نقدم لها شكر كبير جدا، قلنا تعالوا شوفوا بنينة وحواشينها اللي تدمرة واللي تهدمت. أول حاجة البلدية عندنا متدمرة بالكامل، هذا اللي برا في الطريق، وما خفي داخل بنينة أعظم. بكامل جمال الفارسي اليوم ومعايا محمد شاكس حنخشوا لبنينة ونشوف اليوم ونسمعوا كلام الناس اللي بيوتها انضرر، حنشوف بعيوننا مدى الخراب في بنينة. اليوم السؤال واليوم التوجيه حيكون لمن؟ للمسؤول المدني اللي نقول له اليوم الجيش قدم لنا التحرير، الجيش قدم لنا بنينة، الجيش قدم لنا ليبيا. المسؤول اليوم نقول له وينك من صورة اليوم؟ مع بعضنا نتمنى المسؤولين كلهم اليوم يقامزوا على شاشة ليبيا الحدث يتفرجوا عليها ويشوفوا تبعتنا اليوم ويشوفوا أجواء بنينة شنو صاير فيها من بعد التحرير. مشاهدينا الكرام، بكم معاكم بسم الله ندعو متابعتنا من داخل بنينة الصامدة. مشاهدينا الكرام، معنا حاليا احد سكان المنطقه المتضررين جراء حرب تحرير بنينه. اول حاجه عرفنا بحضرتك. مرحله المدرسه سيد الشيخي. يا فرحات انت حوشك وين؟ تعال يا فرحات. كميه الاضرار اللي كانت عندك وين وين؟ والله ايش نقول لك، والله نص الحوش اللي فوق هذا انحرق كله، ترقى فوق تلقى السقف والدنيا كلها منهتك، يعني محروق وطايح. محروق وطايح من الاخر. الحين انت كيف ساكن فيها؟ انا قاعد والله بالغاصب، الله غالب ما فيش بالغاصب فوق مرة، ما بش نقول لك انا رقعت فيه. انت بنيت، انت حكينا انت كيف رممت الحوش؟ بش رممت كيف ما رممت اني خلاص. كم معاشك؟ معاشي 450 جنيه، معقول في 10 انفار. بهي انت طبعا ايام الحرب سيبت الحوش؟ اكيد سيبته اكيد. ورديت بعدها لقيتها؟ يعني طلعت يوم خشتهم الانصار خشوا من هنا، انا طلعت من هنا 6 و10 دقائق بالضبط. بهي لما روحت لقيت حوشك محروق ومدمر طايح، تواصلت مع حد من المسؤولين؟ دويت معه؟ ما فيش حد والله، ما في واحد، ما فيش حد، كل اللي متفرجوا عليك هيك وخلاص. يمكن يشوف الاضرار اللي عندك فوق ولا صعب؟ والله ماني عارف، ما في عز فوق خلاص لا يرق. بيتوا علي ما يجد الحوش، حوش جارك، هذا جارك مهجر. جارنا حق الله وحشيني حتى. هذا الحوش مهجر بالكامل، متدمر بالكامل. أسرتين راحة. إن شاء الله خير يا رب، الله يسلمك. لا إله إلا الله. طبعا الصورة قدامكم واضحة مشاهدينا الكرام، وفرحات ما عادش قدر يكمل دوته معنا، ممكن احنا نقول بالعامية خنكات العبرة، يعني شايفين هذا حوش جيرانا وجيرة العمر، هو حوش قدر يرممه شوية، قدر يلم ما تبعثر منه، لكن جيرانا حوش للأسف. هذا حوش عيلتين ولا لا فرحات؟ الحوش مات يا الله. وحد الله. وحد الله. لا إله إلا الله يا رجل. لا اله الا الله، سامحنا يا فرحات، سامحنا. لا اله الا الله. صاحب انت جارم هنا؟ انت ولد فرحات؟ صح. بحكي لنا شويه فرحات، هو للاسف ما عادش قدر يمسك، ما عادش
ان شاء الله ان شاء الله يستر حلقة. صارت الحرب الكرامة ذي خشوا علينا الدواش صار الشريع يوم اللي خشوا ضم طلعوا حتى ما كيف انت طلعت ولا تمام الاضرار اللي صارت عندهم هم 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 حاليا وينهم؟ هم تو قاعدين في عندهم مزرعة في الساحل قاعدين فيها تو على ما يقارب 3 سنين ديما هكي بداية الكرامة من أول ما خشوا لين صار البنينة نسحين لهم تو قريب 3 سنين بيه تعال قول لي انتو انت فرحات فرحات لقيت عنده إصابة بكرة من أي شيء؟ لا إصابة إصابة مش شغل إصابة دير حادث أعرف من قبل بس عليه إن شاء الله تواصلت مع حد من والدك تواصل والدك يعني لو بيكون في عون ما عادش قدر يكمل معنا هل تواصلت مثلا مع حد من المسؤولين كلمت حد والله ايش نقول لك لان جونا كم واحد يعني يشتغلوا في الحواشين عرفت ويبوا يعوضونا عرفت دا كان شنو ما في شيء ده انت كل مره يجوا لا كلامه خلاص كلامه خلاص دو ما في شيء حاجه عرفت باينه باقي الحوشين هنا وين الاضرار الاخرى اللي فيها؟ تو هذا انتو اكثر حوشين في شعبيتنا وهضومه هضومه روحوا هذين هضومه روحوا ان شاء الله رموا لوطه لكن فوق مكان رموا اللي فوق هذا شقه الاولاد هذا ما صارش من صارش من هضومه رموا حوشهم رموا حوشنا كلها شعبيتنا كلها وبنينا كلها رد كم حوش انضر هنا؟ والله صاحب الحوش هذا وين؟ مرحبا حوش واللي دراك هبدا واللي كامل بيبان كله انت حوشك شنو صار من اضرار؟ والله الاضرار طايح في صاروخ من هناك ومشرط الهنيات من هنا والبيبان متهتكات اي ويسي في حد جاء فزع لك ودار معك حاجه من الدوله؟ والله ما جاني واحد ولا رينا واحد بكي يعني حد الا ما يفزع الا الله سبحانه وتعالى وين يا ابن عمي نحن والله نحن نتمنى في اي انسان يجينا يدرنا حتى البيبان يدرنا حتى حويجه يدرنا حتى رويشنات يدرنا يعني ما نحصل بينا من المستحيل لكن هو تعال شوف من جوا متحرج وما تسكوا لا خلي مرحبا تعال نبدأ الدولة اللي كان ناجحة خطت نجيب لنا سيارات الحاجة اللي تستحق طقها معانا بس لأن نبو منها تنتظر لك واجدة في الحوش هنا لا مش واجدة عندي الحر مكان هذا ركتا هذا حبك اللي من جوا صاروا خاش عندنا في حوش جو في حد جوا في حوشه؟ حوش انت عايش بروحك انا في الحوش اللي ماذا تعال خليك انت هذا كله طاح هذا كله هتك هتك لو طاح كان طايح كان طايح لكن رفعته بهالعني هذا كله وعانيته وكريكاته وبهنياته ودراك ابدو تعال شوف يا جمال يعني الحاج رمى من السقف ودار اللوحة شوف وين ماشي نهايتها ما تطيح ديش مرفوعة بكريك طبعا أنا ما عندهش إمكانية إن هو يبني ويصب السقف فدار زنقوات وجاب لوح لوح بدين وحاط كريك من اللوطة هذا المساكين حتى هم نفس وضعي ونفس حالتي وناس رقاد رياح وناس فقراء مثلي احنا حتى الرواتب معطوا الكلمة بسم الله تفريتها تأتيك هذا صب مع أهل المولية وهذا صب مع أهل المولية العيلة وين يا حاج؟ وين حاطم العيلة؟ ما عنديش عيلة أنا هذا صب مع أهل المولية من هنا ومن هنا كله كل رصاص هذا سوى رممت بروحك يا حاج أنت الحوشو بروحي يا تلميت بروحك؟ ما ماني وخلاص لا حول ولا قوة إلا بالله ماني بالله صورة ماني بالله
بس قام في شرط من هن، مشروط من جوه من هن في المكان هذا بيتراح. هذا الفك. ما أنا فكري. طبعا الصورة قدامنا واضحة تمام. وكان لقى دولة جي حتى تقلنا هذا مثلا. قلنا هذا. وتقلنا روش هذا كيه. نبو طريفات زي حضريتها كلها يشر في موية. من هنا. ومن هنا. صدق رب إن شاء الله. تسلم يا هوج سامحنا. سامحنا. جديات. سامحنا. نفس الوضع نفس الاول حتى اجت وما درت لنا شيء نفس كلام كمان يجوا ما يدروا شيء عباره عن مرمى يعدوا روح لكن برضه مسامحين عليه حال نشكركم يعني تسلم يعني كلمه الحاج اللي عند حرقت يعني شوف كنت قال لك جو غير كما جديد وكلها جت الدوات وشافت وكلها يعني شو نقول احنا؟ ناس دفعت روحها وناس دفعت واجبا عشان احنا نعيشه وعشنا اليوم قام عزته على الكراسي خذيته المناصب خذيته القراويط السيارات الفارهه خذيته الفيلات خذيته المزارع خذيته يا مسؤولين احنا رقاد رياح منطقه بنيه بالكامل لولا ان هي صدت من اولى المناطق ضد الارهاب راهو احنا اليوم كنا تدمرنا هذه هي جزاتهم حوشينهم يطيحا طاحن اوكي الله غالب هذا نتيجه حرب التحرير لكن ما بعد التحرير احنا اليوم حقتنا بنينا بعد التحرير او ما بعد التحرير الناس اللي دمرت حوشينها والناس اللي تهتكت حوشينها والناس اللي مرضت والناس اللي ماتت من الزعل والناس اللي ما عادش عندها ما تقول انه يعني خشيت حوش الشايب جو عند واحد خنقات العبره يعني رسالتي المسؤول بس هذه بنينه لولا بنينه بعد الله عز وجل وهلها ما كنت اليوم ما قمعتش على الكرسي كرسي انت مقامز عليه وتبرطع فيه وتحكم سيارات وارتال ومفاخر وفلوس لولا هالمكان وهالشهداء وهالناس اللي قدمت راك ما قمعتش اليوم على الكرسيه ما زلنا معاك مستمر طبعا الحوش هذا هو حوش الثلاث عائلات ثلاث عائلات هم اخوت مع بعضهم لكن الحوش تدمر بالكامل طبعا طبعا الحوش واضح حاج فيتول قلت لك هذين انت كان ان هو موتيهن العيال عرسان ولا؟ عرسان اثنين هم عنده بناء اثنين على اساس بيجوزهم سكتين على اساس ان هي جهاز والاثاث نتاعها نشوفها كلها مدمر والشقق كلها مدمرت والتاثير اللي حوش فوق ياثر على الحوش تحتاني حتى العيله اللي لوطه هي نسحوا منه. هيك شو الوضع هو معاه شنفه الحوش؟ لا هو حتى جابوا له مهندس هني بالنسبه هذا قال لهم يزال بك ما يصلحش. من حق حتى السقف فوق جمال تريته الساس خلاص تحرك من مكانه. تحرك مع شنفة. يعني هذا اي سقوط اي لحظه. هذا المطبخ قبلكم. ثواني بس. Thank you.
الحمار. طبعا هي عشان ما حد يقول نحن ندمين على ما درناه، نحن مش ندمين، نحن اللي برينا صبت ضد الطغيان وضد الدواعش ضد الانصار، برينا قدمت. لكن احنا اليوم بلسان اهل بنينا مش ندمين ان هم قدموا لبلادنا الحريه، لكن ليش المسؤول ما نظرش ما بعد التحرير؟ الجيش الوطني قدم لبلادنا، الشباب قدموا، الناس كلها قدمت. يعني كيف هذا صاحب الحوش قدم حوش على خاطر هالبلاد؟ الضرب اللي صار وهالدمار اللي صار مش من لا شيء، صار باش تحرر بنينا من الدواعش اللي كانوا فيها. تحررت بنينا والناس قدموا واهل المنطقه قدموا وهالعرسان قدموا. انتم كمسؤولين وكناس قاعد على الكرسي شنو قدمت لهم؟ اهو الشاب قدم. ما تقولوش كل شيء على الجيش، الجيش عباره عن انه يحرر ويرد البلاد لهالها. المسؤول على الكراسي اللي ما لهاش علاقه بالجبهات وبمعاقل الرجال قاعد على الكراسي، هذين هن الكراسي اللي انتم تبوهم، قمعاستوا على الكراسي واليوم كراسي شباب تدمرها. فهم اهل بنينا اليوم يطلبون من الناس المسؤوله، من الناس الساسه، من الناس اللي المجلس النواب الموقر، حكومتنا الموقره، الناس اللي قاعدين على الكراسي اللي هم عندهم فلوسنا وفلوس الدوله وعندهم فلوس ليبيا. الفلوس هذا به هذا عنده وين يقعد، لكن الحوش قدام ما ضم عنده وين، حتى هو عريسه موتي شكته مسكينه والحوش اللي مقابل ما عندهاش وين يسكن، الحوش تدمر وهذا تدمر، فرحات حوش تدمر. ما زلنا هذا كله احنا ما زلنا في بدايه جولتنا. فهم الناس عشان تشوف من يعوض هضمة، الجيش ردها والمسؤول المفروض هو اللي يعمرها من جديد، لكن المسؤول نوم العواف. صاحب الحوش توفى بعد الحاج هارون رحمة الله عليه. هارون جاء هو شاف حوشة بعد التحرير، ما بعد شاف الحوش مدمر، لأن أنا في واجد وقعد فترة ويبني فيه هو وعياله، وفرح بعياله يبي يزوزهم، فبعد صارت الحرب وشاف الحوش مدمر كي صارت له غصة وما توفر الشيء. الله يرحمه ويسامحه سي هارون. رحمة الله على الحاج هارون وترى على كل الناس قدم الله. تعال نزلوا نجول وشوفوا باقي المأساة داخل بنينا. هذا الصورة كيف ما هي، لا زينا ولا وزعنا البلوك ولا طاشنا حاجة، مطرتش هيك قاعد. هذا حوش، بعد هذا جنب حوش فرحات، ريت البلاطات مديورة بلاطة من حوش الحوش بشي التحرك. هذا حوش واحد من الجيران، تعال يا جمال اركب فوق شوف الجهة اللي غادية. هذا حوش فرحات ولا هذا حوش فرحات ولا انت حوشك اللي بعده؟ اللي بعده والله هذا كان تعال خش شوف هذا كله كم مبني نفس التفريه هذا جوه طبعا تخش في النار صفر بس نفس اللجنه جوه
شوف حتى تانك المويه كيف انفرق. توقعتوه ترقية. قابل هذا اللي قابل حتى هذا اني احس المراي محتومه جدا بالكامل فوق. في مجموع مواجهه ما روحتش الحواشين لان تو تيري كلها ردت الا هذوم. باقي كلهم ردوا 90% ردت كلها. رقعوا ترقيع وروح. رقعوا كيف ما رقعوا الله غالب عليهم مساكين، لكن هذوم عندهم عقاب حوش قرض واخذينه في مزرعه دارين العمال قرواحهم اللي ساكنين فيه، جا اربع عائلات. صاحب الحوش خش للشارع باحت لقى حوشه نهار مات. الغصه. عطوه حقه باش يرد. امس جو هنا قسم بالله بيقصوا من هنا. يتوجع. نبي نقصوا ونهدموا ونطلعوا اساس باش يردوا اخرى في شارعنا. يا رمان اش تنكر. هذا طلب عليه 60,000 بس هي مو مكلف اسمي بس مش قد هذا ان شاء الله خير والله ان شاء الله 60,000 نعم حاضر. بين البلديه وين؟ مجلس بلديه للبنينه؟ البلديه ما عندهاش امكانيات، هي البلديه ما زالت في طور النشر بتاعها ما عندها شيء، لا عندها ميزانيه ولا عندها امكانيات اصلا، هذا تبي امكانيات دوله مش بلديه. حويش وين حوشك انت؟ هذا الحوش ان شاء الله قدامك. شنو صار لك من الاصابات في الحوش؟ والله في عدد الاصابات هو ضرب بال 23 وطفى الصاروخ من فوق وقطر كله، وطبعا الناس صينا بقدر ما نقدر نحن نصينه صينا، وطبعا الناس حالتها تعبانه كلها وعارفين انا متقاعد طبعا مرتب ضماني وغيري وجدين. انت بيش صينت يعني قصدي كيف قدرت انك انت تصيد؟ والله حد قدر الامكان قدر امكانياتي نصلح من رواشن من بيبان من في سقف معلق في النص طايح كله طبعا. بعت حاجه باش تصين بها؟ ها؟ بعت حاجه كذا هب والله ما عقبنا حاجه ما بعناها. اللي جابوا فيها العويلة اخذناها واللي عندنا بعناها اللي قدمنا ورانا. وغيري كثير من قرناه بس يعني المنطقه كلها بالصفه العامه. يعني هذه المنطقه اللي خشها مع الدواعش ودمرت كلها بالمنطقة. ومشقي فيها حد الحمد لله. حد مصري مثلا جاكم هنا تواصلتوا معاه دويتوا معاه هذا؟ والله جاتنا لجنه في البدايه وصوروا لجنه هنا. وطبعا وحصلوا الاضرار كلهم يعني في الاول، لكن من بعدها شيء حبل علي ورق وعد. ايوه
حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة ونهاية أسبوع آخر وبرنامج